اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. هذه هي توقعات العام 2018 الكاملة والشهرية المفصلة لمواليد برج الثور. العام 2018 سيكون عام الهدوء والسلام الداخلي للثور. راحة البال التي سيختبرها ستنعكس بشكل إيجابي على العام الجديد، لأن الثور سيشعر بالراحة، كما إنه سيتحرر من القيود التي كانت تعيق تقدمه في الحياة وعلى كل الأصعدة. 2018 هو عام التصرف على سجيته والإيجابية والتخلص من الهوس، إنه عام المخططات بالنسبة لبرج الثور. فما الذي يحمله كل شهر من أشهر العام الجديد لمواليد برج الثور؟ شهر يناير كانون الثاني. في هذا الشهر سيشهد الثور على الكثير من التغيرات، ولكن الأوضاع ستصبح أكثر استقراراً مع نهاية الشهر. لذلك على الثور أن يتصرف بوعي ومنطق وعقلانية خلال هذا الشهر، وأن يحافظ على هدوئه، لأن كل التغيرات التي سيشعر بالضيق منها ستزول مع نهاية الشهر. شهر فبراير شباط. بعد شهر منهك سيحمل هذا الشهر الكثير من الحظ لمواليد برج الثور. سيكون هذا الشهر مريحا ومثاليا. شهر فبراير شباط سيكون مثاليا على كل الأصعدة الصحية والمالية والعاطفية، وسيشهد الثور على نجاحات كبيرة في حياته المهنية. أي شخص ينتمي لبرج الثور ويفكر بالانتقال إلى وظيفة جديدة، فإن هذا الشهر مثالي للقيام بهذه الخطوة. شهر مارس آذار. الحظ الجيد سيستمر خلال هذا الشهر أيضاً، خصوصاً على الصعيد المهني، فالثور قد يحصل على ترقية. خلال هذا الشهر سيبدأ مولود برج الثور رحلته باتجاه السلام الداخلي، لأنه سيكتشف جوانباً من شخصيته لم يكن يدرك بأنه يملكها، وعليه سيكون أشبه برحلة اكتشاف للذات. شهر أبريل نيسان. يجب عدم الإنفاق بتهور خلال هذا الشهر، لأن الثور سيشعر بإغراءات عديدة للإنفاق على الكماليات. كما يجب أن يتجنب الثور إقراض أي شخص المال، لأنه سيحتاج لكل قرش يملكه، لأن الوضع المادي لن يكون جيدا خلال هذا الشهر. على مواليد برج الثور الانتباه لصحتهم وعدم تجاهل أي آلام يشعرون بها حتى ولو كانت طفيفة. شهر مايو أيار. إنه شهر الحظ المطلق والطاقة الإيجابية. هذا الحظ والطاقة سيحيطان بالثور في كل مكان يذهب إليه. هذا البرج سيشهد على ارتفاع كبير في الطاقة، كما إن معدل حماسته لكل شيء سيكون في ذروته. النجاحات حليفة الثور في شهر مايو أيار، لذلك احرص عزيزي الثور على استغلاله. شهر يونيو حزيران. إن كان الثور يظن بأن شهر مايو أيار هو أفضل شهر يختبره منذ سنوات، فهو مخطئ تماماً، لأن يونيو حزيران سيحمل ما هو أجمل وأفضل. الحياة الشخصية ستكون مثالية، وسيختبر الثور
فترة من الراحة والهدوء والانسجام وكذلك الرومانسية. المدخول سيرتفع خلال هذه الفترة، ولكن على الثور الحذر على الصعيد المهني، لأن هناك من ينتظر أي خطأ منه ليستغله ضده. شهر يوليو تموز، بعض المشاكل قد تشق طريقها إلى حياة الثور العاطفية، ولكن الخبر الجيد خلال هذا الشهر هو أن الثور سيكمل رحلته في استكشاف ذاته، وعليه فهو سيختبر الكثير من مشاعر السلام الداخلي، ولعل رحلته الاستكشافية هذه هي التي ستكون سبباً للمشاكل، لأنه سيكون منشغلاً بنفسه ولن يمنح محيطه الاهتمام الذي يمنحه له عادة. شهر أغسطس آب، فترة مثالية للحياة العائلية. الثور المتزوج سيختبر فترة رائعة مع أطفاله، أما الأعزب فسيختبر شهراً مثالياً مع الأشقاء والشقيقات والأقارب، لكن العلاقة مع الشريك قد تشهد على بعض التوترات، لذلك على الثور المساومة ولو قليلاً ومحاولة التخفيف من حدة عناده. شهر سبتمبر أيلول شهر متقلب جداً، لذلك على الثور الحذر والتعامل مع كل الأحداث بهدوء. الخبر الجيد خلال هذا الشهر هو أن الأحداث الحسنة ستكون أكثر من الأحداث السيئة، وما هو أجمل وأفضل هو أن الثور سيكتشف بأنه يمكنه التعامل مع المشاكل براحة أكبر مما كان يتعامل معها سابقاً، لأن الأشهر السابقة وخصوصاً رحلته في اكتشاف ذاته جعلته أقوى من أي وقت مضى. شهر أكتوبر تشرين الأول شهر البدايات الجديدة، ولكن على الثور ألا يضع نفسه تحت الضغوطات، خصوصاً وأنه قد يعاني من مشاكل صحية خلال هذا الشهر. ما على مولود الثور فعله هو التعامل بهدوء مع كل ما قد يحدث خلال هذا الشهر، لأنه سيؤسس للمراحل القادمة سواء في العام 2018 أو في عام 2019. شهر نوفمبر تشرين الثاني شهر نشيط اجتماعياً، وسيجد الثور نفسه محط الاهتمام أينما ذهب. هذا الشهر مثالي للعلاقات الجديدة سواء الصداقات أو الحب أو حتى الزواج، ولكن ما على الثور الانتباه إليه هو المشاكل المالية، لذلك يجب أن يقوم بالإنفاق بحذر شديد. شهر ديسمبر كانون الأول الشهر هذا هو أفضل شهر في العام كله، لأنه بالنسبة للثور سيوفر الفرص الإيجابية في كل مجالات الحياة، وخلافاً لعادته فإن الثور سيجد نفسه غير مهتم على الإطلاق بالأمور المادية. إنه تحول جذري سيؤسس لمنظور جديد للأمور لدى مواليد برج الثور. بشكل عام سنة 2018 هي سنة الهدوء، سيكون هناك بعض المشاكل، ولكن الثور سيتعلم التعامل معها بمقاربة جديدة ستبدل طريقة تعامله مع المواقف الحياتية اليومية. هذه المقاربة الجديدة سيكون لها إيجابياتها على المدى البعيد. كانت هذه هي التوقعات الشهرية المفصلة والكاملة لعام 2018 لمواليد برج الثور، قدمناها لكم من قناة رويش تيفي. هذه التوقعات معروضة على ذمة المنجمين والعرافين
ونحن في القناة لا نتبناها ولا نؤمن بها ولا ندعو المشاهدين الكرام إلى الإيمان بها، ذلك أن علم الغيب عند الله وحده. إذا أعجبك هذا الفيديو الذي قدمناه على سبيل التسلية والترفيه، لا تتردد بتسجيل الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. اكتب لنا تعليقك وانطباعاتك عن مولود برج الثور وعن أمنياتك للعام القادم. أما إذا أردت الاطلاع على المزيد من التوقعات وفيديوهات الأبراج، فما عليك سوى الضغط على الفيديوهات المقترحة التي تظهر أمامك الآن على الشاشة.